كده لسه المكتب نور خلص ولا لسه؟ ما عاد ده ما عاد ده ما عاد ده بدر مرجان فيها ما تجيب لي شوية المعشية ها؟ أه؟ ما تعرفش نقسم الجواز شوية نقسم السفرين ده اهو نقسم السفرين ده اطلع عليها كده عليها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. بسم الله بسم الواحد الأحد بسم الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نبدأ الشغل كده إن شاء الله تعالى ونقول السمانة أهو 15 يوم ب3 جنيه ونص وفي 20 يوم ب4 جنيه. سمان 15 يوم ب3 جنيه ونص ماشي 15 يوم ب3 ونص. غطي 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 لو هجيب القفص بتاعتي سمان أهو ما شاء الله حلو قوي قوي النهارده. يعني ايه من حاجات النوادر اللي بتيجي كده بس افتكر بقى افتكر القفص بقى عشان ما ماشي. سمان اهو ب3 جنيه ونص سمان ب3 جنيه ونص. رد على الافلافات بسم الله ما شاء الله موجود كتير اهو. اللي عايز اللي عايز السمان ب3 جنيه ونص والابيض عامل 6 جنيه النهارده. الابيض ب6 جنيه والساسو ب4 جنيه ونص. توصيل اليوب لا والله ما فيش توصيل اليوب والله. الابيض اهو عامل 6 جنيه النهارده. الابيض 6 جنيه والساسو 4 ونص والبلد 4 جنيه والفيومي 4 جنيه ونص. الفيوم 4 جنيه ونص اهو 4 جنيه ونص و4 جنيه البلد و4 ونص الساسو و6 جنيه الابيض وفرز ديوك ب7 جنيه. فرز ديوك ب7 جنيه بس لسه جاي في الطريق نص ساعة كده وهيبقى موجود ان شاء الله. فرز ديوك لسه جاي في الطريق قدام نص ساعة ويجي. وفي بط مشرق ومولر عمر 25 يوم عامل او 20 يوم عامل 25 جنيه. فين بقى؟ اهو اهو بسم الله ما شاء الله كبير اهو. بطة تعدي نص كيلو ده عامل 25 جنيه اهو اهو بسم الله ما شاء الله ده عامل 25 جنيه. موجود تقريبا يجي 30 بطة كده مشرك وفي بط برضو موجود عمره اخ 6 بطات موجودين عمر اسبوع 6 بطات موجودين عمر اسبوع مشرك ومولر بتاع مسكوب يا جماعة مسكوب. البط ده مسكوب مسكوب بطة ب 25 جنيه ب 25 جنيه بس المال ب 3 ونص. يلا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.